طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقوق وحريات. ماذا يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ سؤال يطرح نفسه في ظل هدم المنازل وسياسة الفصل العنصري والاقتحامات والاعتقالات واستهداف الطفولة، آخر المآسي قصة الطفل الشهيد ريان سليمان التي أثارت وفاته غضبا فلسطينيا ودوليا. عائلة الطفل طالبت بتحقيق العدالة، الاتحاد الأوروبي طالب بتسليم الجنات، وواشنطن أيدت إجراء تحقيق فوري. روح من المدرسة ابني ريان وهو طلاب، الجيش لا في مواجهات ولا في شيء، وكل طرد وراهم ولا الدار، من المدرسة للدار يطرد وراهم، وأجوا يعتقلوا إخوتي الاثنين ويعتقلوا ريان، إخوتي نزلتهم إلهم طلبوا إخوتي الاثنين الكبار يعتقلوهم. أنا دخل لفيت على الباب الموجه على الجيش، المدخل الثاني على الجيش، ريان سحب تمنى شاف فيه اعتقالات ولا إشي، تمنى سمع فيه اعتقالات، دخل من المدخل الثاني وخاف منهم وصار معاه زق الرعب ولقيت عم يتوفي على المحل. باقي شاطر وباقي استاذ يحط لنا الجامعة شرف وبس. يا ابن الشاهد نجده، يا ابن الشاهد نجده، فليشهد العالم على هذه الجريمة. ريان كان طالبا في المدرسة، كان يسعى لأن يكون مثل كل أطفال العالم، ترك حقيبته خلفه. كأي طفل في العالم، لكن هذا المحتل وجنوده المتغطرسين أدخلوا الرعب إلى قلبه وأماتوه أمام أهله. تصدر اسم الطفل الفلسطيني ريان سليمان الذي يبلغ من العمر 7 أعوام مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية بعدما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه توفى بسكتة قلبية بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع في بيت لحم حسب إفادة الأهل. كان ريان مختبئا في زاوية من زوايا منزله عندما اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي المدججون بالسلاح المنزل بحثا عن شقيقه الأكبر منه ببضع سنوات لاعتقالهما بتهمة إلقاء الحجارة. لم يكن مشهد الجنود عندما لاحظوا اختباءه وطاردوه هينا على قلب ريان، إذ دب فيه الرعب، أوقف نبضه وأسقطه أرضا ليقتل الخوف ريان كما قتلت الرصاصة محمد الدرة قبله. سلسلة من جرائم ضد الفلسطينيين العزل، آخرها فاجعة مقتل الطفل ريان سليمان في وقت يجعلنا نتساءل متى سيحاسب الجنات ولماذا كل هذا التأخير في المحاسبة على الرغم من الإدانات الدولية حول جرائم ارتكبت بحق الأطفال والصحفيين والمدنيين. حول الملف الحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة نبدأ الترحيب بضيوفنا، ومعنا من مدينة بيت لحم تحديدا الأستاذ ياسر علي سليمان والد الطفل الشهيد ريان سليمان، وأيضا والدة الشهيد ريان الأستاذة خديجة سليمان. أهلا ومرحبا بكما، وتعازينا الحارة بداية لمقتل استشهاد ريان، هذه الفاجعة التي يعني أثارت غضبا كبيرا وأثرت بنا كثيرا. أستاذ ياسر، أنا أعرف أنه الوقت غير مناسب لتلقي العزاء، ولكن الهدف من استضافتكم اليوم هو أن يعرف العالم، عسى أن يحرك ساكنا. تفضل أستاذ ياسر، البقاء لله، البقية بحياتكم. أعظم الله رزقك. البقية بحياتكم أستاذ ياسر وأيضا أستاذة خديجة، يعني شو هي رسالتكم للعالم بعد فقدان ريان بهذه الطريقة البشعة؟ إجرام ريان مات من الخوف والرعب
وكان الجنود وهم روح من المدرسة كانوا 3 جنود يطاردوا وراء. نعم. بدهم يعتقلوا هذا ريان. وريان ظلوا إلى المنزل. وهم يطاردوا وراء ريان. ممكن أسألك سؤال أستاذ ياسر، هل المطاردة كانت في وقت كان يتأهب فيه ريان للذهاب للمدرسة، يعني في الصباح؟ لا، في الظهريات بعد العودة. بعد العودة. نعم نعم. طيب الهدف الهدف أستاذ ياسر من هذه الاعتقالات، يعني في الآونة الأخيرة سمعنا كثيرا في الضفة الغربية عن اعتقالات شبان وأطفال، ما السبب؟ لماذا حاولوا أو لاحقوه لريان؟ مش أول مرة ريان اعتقاله. ريان والطلبة عددوهم كثير. ريان مش أول مرة، ولا طلاب هذه المدرسة بيعتقلوهم أول مرة. ريان كل يوم بحدد المعلمين والطلبة كل يوم، ويهجم المستوطنين والجيش وعلى المدارس. اعتقال شرس لريان. ريان مش أول مرة، هذه ثاني مرة بيطاردوا وراء الطلاب. نعم أستاذ ياسر، يعني أنا بعرف عندما نسمع قصص يعني استشهاد أطفال واستهداف أطفال في فلسطين نتأثر كثيرا، ولكن ماذا يعني أن تخسر فلذة كبدك بهذه الطريقة؟ خسارة نكراء أول إشي، وحزن، وأقول حسب الله ونعم الوكيل عليهم. أول إشي هذول ظالمين متحقدين، ما بحب الطلاب ولا بحب التعليم ولا بحب المعلمين ولا المعلمات. هذا هم. شو بتطلب من العالم؟ يعني نحن سمعنا أنه الاتحاد الأوروبي وأيضا واشنطن يعني لا تمانع من إجراء تحقيق في الموضوع، هل بتعتقدوا أنه بالفعل يعني ممكن تسليم الجنات ومحاسبتهم؟ إن شاء الله، بدنا بالعدالة أكثر إشي. نعم. هل من السهل معرفة يعني من هم الجنود اللي حاولوا يرهبوا ويخوفوا ريان؟ نعم نعم، يعني من السهل معرفتهم. نعم نعم نعم. ممكن أحكي مع أستاذة خديجة؟ يعني البقاء لله سيدتي الكريمة، وأنت عبر شاشة المغاربية، ماذا تقولين لمن يتابعنا اليوم في هذه المأساة؟ وعظم الله أجرك. يعني ريان هو طفل من أطفال فلسطين تم استهدافه، كيف لقيتي الدعم والدعم الفلسطيني بداية ومساندتكم على الأقل معنويا في هذا الأمر الجلل قبل أن يكون يعني على مستوى شعوب العالم؟ عظم الله أجرك ماما. شكرا. ريان مش أول مرة هذا بسوا فيه. ريان الرعب طاح في قلبها من يوم أجوا على البيت. ريان كان قالوا لي جيبوا إخوته، قلت لهم في هذا حققوا معهم، قالوا بدنا نصير. شو بدهم يعني؟ نصير بدهم يقتلوا الأولاد الصغار، يعتقلوهم. طيب شو السبب؟ يعني هل هم رموا حجارة؟ شو عملوا حتى يعتقلوا أطفال؟ ولا إشي ولا إشي، بقينا رايحين المدرسة هم بس وراهم، مش شايفينهم إلا في شاب بينادى عليهم يقول لهم جيش الحقوق عليهم وراهم. يعني وهذا بحد ذاته استهتار، استهتار بالطفولة، يعني وكأنه الطفل الذي من المفترض أن تتم حمايته وهو يذهب إلى المدرسة ويعود من المدرسة، لا أن يقتل بهذه الطريقة. هذا إجرام، إجرام مش. شو بتطالبي أستاذة خديجة؟ يعني شو بتطالبي العالم اللي بتابعنا اليوم؟ شو بتقولي للناس؟ بالعدالة، بالعدالة. نعم نعم. أستاذ ياسر، عندك أي شيء تضيفه قبل ما ننتقل لبقية ضيوفنا سيدي؟ بطالب في الولايات المتحدة أن هو في حقوق الإنسان أكثر شيء، وفي المحاكم. نعم.
أشكركم شكرا جزيلا اليوم أستاذ ياسر علي سليمان وأستاذة خديجة سليمان، يعني وأنتم تستقبلون التعازي، شكرا لقبولكم دعوتنا المتواضعة، وأتمنى الصبر والسلوان حقيقة، لأنه هذا مصاب جلل. يعني نحن بأكملنا كطاقم العاملين في قناة المغربية وأيضا كل من تابع هذه القصة المأساوية متأثر، هو وجعنا جميعا ما يحدث، ولن يهدأ هذا الجرح حتى يعني يتم تسليم الجنات إلى المحاكمة. شكرا جزيلا لكما. شكرا لك. شكرا وأكيد نبقى على تواصل، وأذهب الآن إلى رام الله، معي من هناك الأستاذ عايد أبو قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. أستاذ عايد أهلا وسهلا بك، شكرا لقبولك الدعوة. أهلا، مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ عايد، يعني أكيد سمعت معنا ما تفضل به الأستاذ ياسر سليمان وزوجته الأستاذة خديجة فيما يخص هذا الألم الذي أوجع قلوبنا، يعني مش فقط العائلة ولكن كل صاحب ضمير حي. هي سلسلة من جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، ما معنى أن تستهدف الطفولة سيدي؟ يعني بشكل أساسي في هناك عملية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لترويع الأطفال الفلسطينيين وتخويفهم. يعني حادثة الطفل ريان هي مش الحادثة الأولى ولا راح تكون الأخيرة في حال يعني استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خلال السنوات 22 الماضية وثقت عملية قتل لأكثر من 2200 طفل فلسطيني. هذا يعني أنه سنوياً في المعدل يتم قتل 100 طفل فلسطيني، أسبوعياً يتم قتل طفلين فلسطينيين. إضافة لعملية القتل في أوساط الأطفال، يعني في هناك انتهاكات لكافة حقوق الأطفال اللي وردت في اتفاقية حقوق الطفل. يعني في هناك عملية هدم يعني متسارعة لبيوت الفلسطينيين وتحديدا الفلسطينيين اللي بيعيشوا في مدينة القدس بحجة عدم الترخيص. في هناك يعني إساءة معاملة وتعذيب للأطفال الفلسطينيين اللي بتم اعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. سنويا بتم اعتقال حوالي 700 طفل فلسطيني وتقديمهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بتستقر لكل شروط ومعايير المحاكم العادلة. كل الأطفال الفلسطينيين اللي بتتم اعتقالهم بتعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب وإساءة المعاملة، والهدف الأساسي انتزاع اعترافات من الأطفال بالإكراه، وهي الاعترافات يعني بيتم استخدامها كدليل إدانة أساسي. ماذا يعني انتزاع اعترافاتهم بالإكراه يعني سيدي؟ يعني تلفيق تهم يعني لهم، هذا ما أفهمه من كلامك؟ عادة يعني موضوع تلفيق التهم شيء مختلف على عن يعني تعذيب وإساءة المعاملة اللي بتعرضوا للأطفال الفلسطينيين. يعني سواء كانت التهم المتهمين فيها ملفقة أو غير ملفقة، يعني من المفترض أنه ما يكون في هناك تعذيب وإساءة معاملة، على اعتبار أن التعذيب وإساءة المعاملة محظور وفق كل اتفاقيات حقوق الإنسان. يعني ما في هناك أي مبرر ممكن يبرر للدولة اللجوء لاستخدام التعذيب أو إساءة المعاملة خلال يعني تعاملها مع الكبار. يعني مش بس الموضوع تقتصر على الأطفال، الحساسية عند التعامل مع الأطفال من المفترض أن يكون في هناك يعني احترام أكثر لهذا الموضوع. ولكن أستاذ عايد من الواضح أنه يتم التعامل مع الأطفال المعتقلين في فلسطين على أنهم كبار، يعني لا توجد هذه الخصوصية كونهم أطفال والأطفال والطفل محمي يعني في ظل القوانين الدولية من أي إساءة أو عنف تجاهه حتى في مرحلة التحقيق معه أو اعتقاله.
بالتأكيد يعني في كل المراحل ما بيكون في هناك أي احترام لخصوصية الأطفال أو لسنهم، يعني سن مسؤولية جزائية وفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية اللي بتطبق على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 12 سنة، يعني من جيل 12 في إمكانية لاعتقال الأطفال وتقديمهم للمحاكم العسكرية وإصدار أحكام السجن عليهم. في بعض الحالات يعني بتم اعتقال دون هذا السن القانوني، إلا أنه عملية الاعتقال بتكون لبضعة ساعات بس لطفل عمره 8 أو 9 سنين، حتى مجرد الاعتقال والاحتجاز من قبل يعني الجيش الإسرائيلي حتى لو كانت دقائق هي بتشكل يعني تجربة مرعبة بالنسبة لهذا الطفل. نعم أستاذ، ومن خلال يعني توثيقنا لعمليات إساءة معاملة. نعم أستاذ عايد، يعني قبل أن أنتقل إلى ضيفنا في باريس أريد أن أسألك، يعني عندما نسمع أنه طفل بسبب الخوف استشهد، خوفه وحالة الرعب اللي كان فيها إثر أو أثناء ملاحقة جنود الاحتلال له، هذا يجرنا إلى سؤال كبير وكبير جدا حول نفسية أطفال فلسطين اللي هم يتوقعوا أن يحدث لهم ما حدث للشهيد ريان أو لربما يلقون نفس مصير ريان إن كان بالملاحقة بالاعتقال أو قد تتسبب هذه الممارسات ضد أطفال فلسطين ربما باضطرابات نفسية. يعني أود أن تحدثنا في هذه النقطة الهامة، كيف يتأثر أطفال فلسطين من هذه الممارسات، يعني كيف يؤثر ذلك على سلوكياتهم، على وضعهم النفسي، على استمراريتهم في الحياة وربما أن يعيشوا بشكل طبيعي؟ يعني بالتأكيد في هناك جو عام من التخويف والترويع بيحاول إنه يقتل الجيش الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي بأوساط الأطفال الفلسطينيين، وتحديدا يعني الأطفال الفلسطينيين والفلسطينيين عموما بيعيشوا في مناطق ممكن إنه تشهد عمليات توسع استيطاني أو بالقرب من المستوطنات أو الشوارع الانتفافية أو المناطق اللي بتواجهت يعني في تواجد عسكري أو للمستوطنين الإسرائيليين. يعني في نفس اليوم اللي حدث فيه وفاة الطفل ريان كان في هناك عملية اقتحام لمدرسة في البلدة القديمة من مدينة الخليل واعتقال طفلين من داخلها. قبل بيوم كان في هناك يعني وجود عسكري إسرائيلي وعملية عسكرية إسرائيلية بالقرب من روضة للأطفال في مدينة جنين، إضافة لاقتحام مخيم جنين وما رافقه من عملية ترويع وترهيب للأطفال اللي بيعيشوا في تلك المنطقة، وأيضا يعني جميع الأطفال على اعتبار حتى الأطفال لو شاهدوا أي مشاهد من خلال التلفزيون أو سمعوا من خلال تناقل الأخبار، يعني بيكون في هناك يعني تأثير نفسي بسبب هاي الممارسات على الأطفال الفلسطينيين، بحيث إنه يعني تشعر نوع من الخوف والرعب وعدم اليقين. ف يعني هذا الجو العام اللي بحاول الاحتلال الإسرائيلي إنه يجسده هو يعني جزء من استراتيجية إسرائيلية لبث الرعب في أوساط الفلسطينيين حتى إنه ما يتحدوا سياسات والإجراءات الاحتلالية. يعني في هناك مخطط أو برنامج عند الاحتلال بسعى لتنفيذه بدون ما يكون في هناك أي مقاومة فلسطينيين، في حال إنه كان في هناك مقاومة لهذه البرامج يعني بتعمل معها بيد الحديد. من رام الله مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الأستاذ عايد أبو قتيش، أشكرك شكرا جزيلا وأكيد للحديث بقية. وانضم إلينا الآن من باريس المحامي ورئيس منظمة العدالة الواحدة الأستاذ خالد شولي. مرحبا، أهلا وسهلا بك سيدي، شكرا لقبولك الدعوة. العفو. العفو، بتشرف فيك. نبدأ من قضية الطفل الشهيد ريان، الطفل الذي استشهد خوفا إن صح التعبير، وحضرتك محامي وأيضا يعني
رئيس منظمة حقوقية، ماذا يعني ذلك بالنسبة للعالم؟ يعني لماذا الأمر لا يحرك ساكن وكأنه مسلسل أو سلسلة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني يعني ليست إلا مجرد خبر يمر، خبر سريع يمر في نشرات الأخبار وتنتهي القضية؟ يعني نحن نتحدث هنا يا سيدي يعني وقبل أسبوع تقريبا كانت ذكرى استشهاد الطفل محمد الدرة وغيره الكثير من الأطفال، بالإضافة إلى الأطفال المعتقلين، الأطفال الأسرى مثل أحمد مناصرة وغيره. يعني أين العالم؟ كم من مرة ذهب الشعب الفلسطيني من خلال مؤسساته المختلفة وفصائله إلى الأمم المتحدة وطالبوا بتحقيقات دولية ولكن لم يتغير شيء؟ متى بالفعل سوف يتم محاسبة الجنات؟ تفضل سيدي. أولا بشكرك على هذه الدعوة، بشكر أهلا بك فضائية المغاربية وشكراً أيضا المشاهدين وجميع من يسمعنا. الحقيقة إنه هذا الموضوع موضوع صعب وموضوع كبير جدا حقيقة، مسألة الإفلات من العقاب. نحن نعلم بأن إسرائيل هي الطفل المدلل للقوى العظمى، والحقيقة لحد الآن لا يوجد أي سيستم أو نظام نستطيع من خلاله، وإن كان نظريا موجود لكن حقيقة غير موجود، مسألة ملاحقة المجرمين الصهاينة، مجرمي الاحتلال، ووضعهم أمام مسؤولياتهم ومن ثم متابعتهم أمام العدالة. هناك محاولات، هناك بعض القضايا التي نرفعها أمام القضاء الأوروبي، سواء القضاء الأوروبي الداخلي الوطني ما يسمى بالاختصاص العالمي، أو فيما يتعلق أيضا بمسألة اللي هي الاختصاص أو القضاء الدولي في محكمة الجنايات الدولية. وأحرزنا في أوروبا على بعض النجاحات في بعض القضايا، خاصة فيما يتعلق في قضية فلسطين وقضية الاستيطان وقضية البضائع وقضية وبعض القضايا الأخرى. نحن نعلم بأنه منذ سنة 2008 رفعنا شعار القانونيين ومن يعمل في العدالة في أوروبا، رفعنا شعار التوقف عن الإفلات من العقاب. ونحن نعلم بأن إسرائيل تسيء الأدب دائما، وهي تعرف أنها ليس هناك نظام يستطيع أن يعاقبها، ولذلك هي تمعن في هذه الجرائم. وكما قال ضيفك الذي سبقني، قال بأنه الجرائم الإسرائيلية هي جرائم ممنهجة، يعني الجرائم ليست جريمة واحدة، لأنه إذا قلنا مثلا أنه حدث خطأ في قتل مثلا زميلتكم شيرين أبو عاقلة مثلا كما يقول الاحتلال، لكن مسألة قتل الصحفيين ليست فقط واقفة على ست شيرين رحمها الله، ولكن هناك قتل ممنهج منذ سنوات للصحفيين قبل شيرين وبعد شيرين. هناك قتل للأطفال قبل الطفل ريان وبعد طفل ريان. فإحنا أمام عملية ممنهجة ومستمرة، جريمة ممنهجة ومستمرة، مثل جريمة الاحتلال. جريمة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية هي جريمة مستمرة منذ سنة 1948. وإذا قلنا 48 ليش؟ لأن هناك مشكلة لاجئين. أطفال الفلسطينيين معظمهم الذين أيضا يقعون تحت مسؤولية هذا الاحتلال الإسرائيلي ويقعون بنيرانه شهداء، أيضا هم أيضا ضحايا لهذه العملية المستمرة منذ سنة 1948. فنحن إذا أمام ليس جريمة واحدة، وإنما جرائم متكررة ومتتالية للاحتلال الإسرائيلي. ونحن نعلم أيضا بأن هناك قرار دولي من محكمة دولية، محكمة الجنايات الدولية. نعم. التي أصدرت قرار في سنة 2021، ليس بعيدا يعني هذا القرار، في 5 فبراير، وقالت بأنها مختصة، لأنه الشعب الفلسطيني منذ سنة 1921، منذ انتهاء الحكم العثماني
ووقوعها تحت الانتداب البريطاني، الفلسطينيون وفلسطين لم يكن هناك قضاء جنائي نزيه يمكن أن يحاكم. لكن الآن نحن أمام أيضا مسؤولية لهذه المحكمة أن تفتح تحقيق في معظم الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الأراضي الفلسطينية، لأنه اعتبرت بأنه فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، الضفة الغربية طبعا مما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي مناطق محتلة وهي المناطق التي يقع عليها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا بد للمدعي العام أن يمارس اختصاصاته، ولا بد أن يتحمل مسؤولياته في مسألة توجيه الاتهام لهؤلاء الجناة. فنحن إذن أمام معضلة. هذه المعضلة نحن أيضا موجودين في أوروبا ومحامون، سواء كنا من الشرق أو من الغرب، وهناك عدة فرق من المحامين سواء في بلجيكا أو في فرنسا وأيضا في بريطانيا، موجود هناك ثلاث فرق محامين تعمل على هذه الملفات. ونحن الآن أيضا في مسألة الأطفال نحاول أن نلجأ إلى ما يسمى لجنة حقوق الطفل المنبثقة عن اتفاقية حقوق الأطفال الموقعة في سنة 1989، والتي أيضا تعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي هي مصدقة عليها منذ سنة 1991. نعم، اسمح لي أستاذ خالد دشولي، أرجو أن تبقى معنا. انضم إلينا من بروكسل منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية الإعلامي الأستاذ أحمد فراسيني. أهلا وسهلا بك سيدي، شكرا لوجودك معنا اليوم. وبما أننا تحدثنا عن الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين العزل، دعنا نتابع هذا الفيديو لأطفال مدرسة يتحدثون عن رحلة الذهاب إلى المدرسة الصعبة. أحيانا يتعرضون لبعض المضايقات من جنود الاحتلال، ويضطرون إلى الذهاب بطرق التفافية وطويلة للوصول إلى المدرسة من أجل التعليم. نتابع. موضوع تعليم الأطفال في هذه المناطق ينتهك على أكثر من صعيد. الصعيد الأول هو بعملية إعاقة حركة مرور الأطفال من تجمعاتهم وقراهم إلى المدارس، كما نرى في مثل هذا الحاجز الذي ينصب يوميا في مثل هذه الساعة لمنعهم من الوصول إلى مدارسهم. أيضا في الموضوع الثاني له علاقة بالجانب النفسي من ناحية إرعاب الأطفال وإخافتهم، خاصة الأطفال دون سن 10 سنوات عندما يلاحقهم الجنود بالسلاح. من الطريق اطلع على المدرسة، ما في باص ولا احمر. وين رايح انت اليوم؟ على المدرسة. وين مدرستك؟ مدرسة زويدينة. 1 2 3 1 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
مدرسة مسافر يطا الثانوية بالفخيت ومدرسة جنبة الأساسية المختلطة في منطقة جنبة، هذول مخطرات منذ عام 2012، وللأسف الشديد يعني المحاكم رفضت الالتماسات اللي كانت تحمي هاي المدارس، وبالتالي هاي المدارس يعني بنحاول ان نقدر نحميها، ولكن هناك قرار واضح برفض الالتماس، وبالتالي هاي المدارس اليوم غير محمية. ملأة وحيران حية، ثالثة نصف على وزن فعال مثل الأخرى. فائدة طبعا السنة صعبة جدا، يعني صراحة أثر في نفسيتي كثير هاي الفترة، لأنهم يعني كثير بيلاقونا على الطرق ومنعونا، بحس إنه خلص حقي بتعليم ما رح يروح يعني مني، بالأخص إنهم بوجودهم بالشارع هم بيصيروا يحكوا ارجع ممنوع تروح أي مكان وهيك يعني. مع هيك إحنا بنضطر ناخذ بالمخاطرة ونروح من طرق ثانية أطول وخطر علينا، بس بدنا نتعلم شو بدنا نعمل غير. كل يوم أنا بشعر بالخوف اتجاه ولادي، لأنه بروح من الساعة 7
بقعد 3 ساعات وحاجزهم الجيش، ويمكن يمرقوا أو ما يمرقوا. أستاذ أحمد فراسيني، أهلا وسهلا بك، شكرا لوجودك معنا اليوم. إذن يعني حتى حق الطفل في التعليم أصبح مهددا اليوم، كيف ترى المشهد بداية فيما يخص استهداف أطفال فلسطين؟ الطفل الفلسطيني كان محط يعني انتباه الاحتلال منذ البدايات، يعني منذ مجازر الاحتلال الأولى في فلسطين كان الاحتلال يعني يستهدف الطفل الفلسطيني بحكم أنه الفلسطيني المستقبلي والذي سيخلف أجيالا جديدة. ولا ننسى بعض جرائم الاحتلال الأولى وما تبعتها من جرائم حتى في مدارس الأطفال، في مدارس البنات في منطقة جنين مثلا، تم تسميم خزانات المياه في سنوات الثمانينيات. هذه الجرائم لا تتوقف، بل وهي ممنهجة، وأوافق هنا القول ما قاله الزملاء من قبلي. والطفل الفلسطيني يجد نفسه أحيانا عمليا فيما يعني أمام هذه الهالة الكبيرة، هذه الماكنة الكبيرة الاحتلالية. ويعني من جهة هو مواطن فلسطيني وهو أصبح يحمل المسؤولية كالكبار بحكم التهديد الذي يواجهه، ومن ناحية أخرى هو يبقى طفلا، ويعني ويجب علينا جميعا حماية هذا الطفل. صراحة المشكلة الكبرى هي التي تواجه أيضا في يعني في ظل هذه الهجمة وهذا العنف الممنهج الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين، هي أحيانا عدم قدرة الأهالي على حماية أبنائهم. فمثلا يعني على قدر ما يستطيع الأب والأم حماية الابن، إلا أن الصاروخ يقتحم هذه المملكة الصغيرة على وهو البيت أو غرفة نوم الطفل، ويمكن أن يقتل الأهل أو يقتل الأطفال. والمفروض أن يكون هذا البيت أو هذه المملكة الصغيرة هو المكان الآمن للعائلة وللطفل تحديدا، مع الأسف. نعم، هذا ما أريد قوله، يعني هذا العالم الصغير، العالم الجميل لهذا الطفل يمكن أن يقتحم إن كان من صاروخ أو إن كان من جنود الاحتلال ليلا الساعة 2 أو 3 صباحا، يعني يخلع إن شئنا فعلا هذا الطفل من سريره ويزرعوه في مكان آخر ليس له تمام بالمرة، وهو السجن أحيانا إن كانت أو الزنزانة أو أمام الجب العسكري أو 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 إلى ما ذلك. إذن يعني تهديد الطفل أصبح بغير الإمكان حتى للفلسطيني البالغ حمايته. وهنا هذا ما يشعر الطفل في الخوف، في الرعب وعدم الاستقرار. ولا أبالغ إن قلت إن هذا الإحساس يحاول الاحتلال بعثه وتنميته لدى كل فلسطيني أينما كان. وهناك كتلة في جيش الاحتلال تعمل على هذا، ألا وهي تثبيط الهمم، هدم العزائم، وبعث الخوف وعدم الثقة بالآخر. أستاذ أحمد، عذرا على المقاطعة، ولكن أيضا ماذا يشكل لكم موضوع تغيير المناهج الدراسية بالنسبة للفلسطينيين أيضا؟ يعني تغيير المناهج الفلسطينية، ونحن نعلم تماما بدأت الحملة ضد المناهج الفلسطينية في أراضي 48، محاولين بهذه الهجمة يعني تهويد أو محو شيء من الهوية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية عام 48، لم يفلحوا بذلك، وكانت التجربة الأخيرة لديهم التجربة الفلسطينيين التي يعني كانت ردة الفعل الفلسطينية في 48 في اللد ويافا وحيفا وأم الفحم والناصري ضد ما جرى في غزة في السنة الأخيرة. والآن الهجمة هي على القدس وعلى المناهج في القدس، محاولين أيضا التأثير على الهوية الفلسطينية وعلى السردية الفلسطينية، يعني هم يريدوا أن يصلوا إلى المنبع مباشرة، ألا وهي التأثير على الأدمغة الفلسطينية أو على الطفل الفلسطيني منذ نشأته، وإنشاء مدرسة جديدة بمصطلحات جديدة بتركيبة جديدة. ومع ذلك أيضا هم يحاولوا التأثير على هذا المنهاج حتى في الضفة الغربية وحتى في مناطق ألف التي تدفع إلى السلطة الفلسطينية من خلال يعني التحريض، تحريض الأوروبيين مثلا،
ونحن هنا نعمل في أوروبا ونتابع هذا الأمر أيضا. هم يحاولوا التأثير على الأوروبيين لعدم دعم المناهج الفلسطينية حتى في الضفة الغربية بشروط، ألا وهي تغيير بعض المصطلحات الفلسطينية وإدخال بعض القصص الغريبة على تاريخنا وعلى ديننا وعلى ثقافتنا وعلى سرديتنا الفلسطينية كهوية فلسطينية كاملة. نعم، اسمح لي أستاذ أحمد أذهب إلى ضيفي الأستاذ خالد شولي من باريس. سيدي الكريم، يعني الكثير من الانتهاكات التي تمارس، يعني ذكرنا الانتهاكات بحق الطفولة، اعتقالهم، أيضا اقتحام المنازل، حتى التهديد في على مستوى التعليم أيضا والذهاب إلى المدرسة، تهديد بإغلاق مدارس وبالتالي تغيير المناهج وتغيير السردية الفلسطينية كما ذكر من خلال المناهج. يعني هناك من يقول أن هناك نوع أيضا من تغيير التاريخ الحقيقي للفلسطينيين على هذه الأرض. هناك أيضا انتهاكات من نوع آخر وهي نتابعها ونشاهدها بشكل يومي، وهي هدم المنازل. سيدي الكريم، ناهيك عن موضوع الاستيطان، دعنا نتابع هذه المشاهد من هدم منازل مواطنين فلسطينيين ثم نعود للحديث. إذن سيدي الكريم، أستاذ خالد الشولي، هذا مشهد آخر من مشاهد انتهاكات الفلسطينيين في أراضيهم، منازل تهدم على بكرة أبيها، أين يذهب هؤلاء الأطفال وهذه وتلك العوائل إن صح التعبير؟ يعني الأمور تتجه بشكل يعني سوداوي بالنسبة للكثير من الفلسطينيين، يعني تسرق أراضي، تبنى مستوطنات جديدة، هناك جدار الفصل العنصري اللي يعني يقطع الطرق بين الناس، بين مدرسة الأطفال وبيوتهم، والكثير الكثير من الانتهاكات. أنتم كمؤسسة حقوقية أكيد وثقتم ما يجري بشكل يومي على مدار سنين طويلة إلى يومنا هذا، ولا يمكن أن نقول بأن القضية انتهت أيضا باستشهاد ريان، فمن الواضح أنه طالما لا يوجد عقاب ورادع تستمر الأمور، تستمر هذه الانتهاكات، أليس كذلك؟ البقول يعني البدوي استمر 40 عام وأخذ ثأره، أول شيء. المسألة الثانية نقول لا 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 يضيع حق وراء مطالب، فإحنا مطالبين لحقوقنا. الفلسطيني أينما وجد هو مطالب لحقوقه، والعالم كله أيضا الآن، وإحنا وياك بنعيش في أوروبا، ونجد بأن هناك تغير في الرأي العام الأوروبي أيضا تجاه الفلسطينيين وحقوق الفلسطينيين وحقوق فلسطين على هذه الأرض. على هذه الأرض إحنا بنعلم أختي الكريمة بأنه وهي قرارات دولية وليست قرارات من خالد الشولي ولا من الفرسيني ولا من إنسان آخر، لا، هذه قرارات دولية صدرت عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة وأيضا عن مجلس الأمن، في بعض منها تقول بأنه كل الإجراءات الإسرائيلية التي تقوم بها سواء في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة سابقا، يعني هي قرارات منعدمة، منعدمة أي لا تعطي آثار، أي أنها هي باطلة بطلان كامل. لا نستطيع أنه نغير، الاحتلال لا يستطيع أن يغير ما يكون على الأرض، يجب أن يستمر ما كان قبل الاحتلال إلى ما بعد الاحتلال حتى تحرير هذه الأرض.
كل الإجراءات الإسرائيلية سواء في التعليم، سواء على الأرض، سواء في 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 عملية اللي هو سرقة الأراضي الفلسطينية، هدم المنازل، هذه تعتبر جريمة من الجرائم أيضا الممنهجة التي يقوم بها الإسرائيلي. ونحن أمام محكمة الجنايات الدولية وضعنا عدة ملفات، منها ملف سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، في قضية الأسرى، في قضية هدم البيوت، في قضية الآن القدس الشرقية والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويدها ومن ثم فصلها عن الضفة الغربية. هذه أيضا من الإجراءات التي سوف نقوم ونقدمها أمام محكمة الجنايات الدولية مع فريق المحامين هنا في باريس. فإحنا يعني رغم كل الصعوبات هناك بعض الاختراقات سواء في القضاء الدولي كما قلت لك أو سواء في القضاء المحلي. نعم. نحن نعم أستاذ خالد الشولي، عذرا على المقاطعة، ولكن هناك من يتساءل يقول أنه ارتكبت جرائم كثيرة سابقة بحق طفولة مثل محمد الدرة والكثير من الأطفال وأيضا استهداف للصحفيين وغيرها. صحيح كان هناك إدانات دولية لكن لم تكن هناك محاسبة حقيقية لمرتكبي تلك الجرائم. يعني هل تعتقد بأنه سيتغير شيء؟ أنت قلت قبل قليل حضرتك أستاذ خالد الشولي بأنه لن يضيع حق وراء مطالب، ولكن بالنسبة للفلسطينيين ألا ترى أن الوضع مختلف قليلا خاصة مع الأحداث العالمية الجارية الآن، الحرب الروسية الأوكرانية؟ يعني العالم كله قام ولم يقعد في موضوع استقبال اللاجئين الأوكرانيين الذين هربوا من ويلات الحرب. كيف من الممكن أن نعادل؟ والله المعادلة موجودة، وإحنا يعني ما تنسيش إنه في إنه هذا جهاد شعب من سنة 1948 حتى من سنة 1921. وإذا قرأنا مذكرة المدعي العام الإسرائيلي لدى محكمة الجنايات الدولية التي وضعها عن طريق مؤسسة أخرى، يعني نرى هذا الكم من المغالطات الإسرائيلية التي لا تعتبر أن هناك أيضا شعب اسمه شعب فلسطيني أصلا. هم لا يعترفون بأي حقوق للشعب الفلسطيني، لكن نحن رغم ذلك، رغم كل الانتهاكات الإسرائيلية ورغم كل المواقف الدولية التي هي طبعا في غالبيتها مع حقوق الشعب الفلسطيني، لكن ليس هناك في القانون الجنائي الدولي ليس هناك أدوات إكراهية لإكراه دولة معينة أن تلتزم بحقوق أو بالقضايا. أستاذ خالد، أذهب إلى الأستاذ أحمد فراسيني. يعني سيدي الكريم، العالم كله يتغنى بالعدالة الإنسانية وبحقوق الإنسان، لماذا عندما تصل الأمور إلى الشعب الفلسطيني أو إلى شعوب المنطقة يكون الأمر يعني مختلف؟ وهنا نتحدث عن ازدواجية المعايير في التعامل بين ما يجري بالنسبة للفلسطينيين وما جرى بالنسبة للأوكرانيين أيضا. نعم، يعني بداية هو احتلال، كما أقول دائما هو احتلال إحلالي، يعني هذا الاحتلال يريد أن يحل محل هذا الشعب الفلسطيني بهويته بتاريخه بكل ما لديه، ولذلك يعني التعامل مع احتلال من هذا النوع يحتاج إلى إرادة حقيقية للتغيير ويحتاج إلى أرضية صلبة من المقاومة الحقيقية التي يمكن أن تغير شيء على أرض الواقع. أما في المواضيع القضايا الفلسطينية مثلا قضية الاستيطان، يعني نرى أن هناك رفض عمليا دولي للاستيطان وخطاب سياسي يقول دائما أن الاستيطان غير شرعي. هذا الخطاب حقيقة كان المشكلة لدينا نحن يعني العرب أو حتى الفلسطينيين، إننا نتعامل أحياناً مع الأمور بعواطف ونكتفي في مثل هذه الخطابات السياسية كما تقولي، وهذا لا يذهب بنا إلى بعيد. فالخطاب السياسي مثلاً الأوروبي هو يرفض الاستيطان ويتعامل مع الاستيطان على أنه غير شرعي ويطالب وقف الاستيطان بحجة أن هذا الاستيطان يمكن أن يؤثر على حل الدولتين، ولكن نرى مؤخراً أن حل الدولتين لم يعد موجود وأن الاستيطان يتضاعف بل يعني بنسب مخيفة ومرعبة جدا. ولكن ترجمة هذا الخطاب السياسي على أرض الواقع غير موجود، يعني
لا يتعامل الأوروبي بالقانون الأوروبي من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان أو حتى معاقبة المستوطنين أو وقف الاستيطان أو مقاطعته. ولذلك حتى هو من هذا المنطلق نحن في المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية لدينا الفعالية القادمة في 12 أكتوبر عن هذا الموضوع مع برلمانيين وسياسيين وحقوقيين. إذن المشكلة هي الإرادة في ترجمة الخطاب السياسي الرافض لهذا الاحتلال وجرائمه. الجرائم الكل يعلم بها، الأوروبيون والأمريكيون والكل يعلم بهذه الجرائم ولديه الكثير من القرارات والتقارير، ولكن الإرادة تحتاج لتجاوز قضية المصالح. وهنا يعني ينشأ لدينا سؤال جديد ألا هو لغة المصالح. لغة المصالح مع الاحتلال للأسف الشديد اليوم هي اللغة الأكبر، وهي التي تسيطر على العلاقات ما بين الاحتلال، دولة الاحتلال والغرب. بالمقابل هذه لغة المصالح لا يستغلها العربي أو من تهمه القضية الفلسطينية للضغط على دولة الاحتلال بلغة المصالح أيضا. يعني نحن لا نريد، ربما نعم المقاومة نحن بحاجة لها، ولكن خاطبوهم بلغتهم. حتى هذا يتنازل عنه الكثيرون من العرب ومن المسلمين ومن الفلسطينيين أنفسهم أحيانا. لذلك يعني نشاهد التفاعل مع القضية الأوكرانية وبالمقابل ما يجري مع القضية الفلسطينية. يعني مثلا على سبيل المثال، لا أدري إن كنتم قد راقبتم قضية بالأمس عن الجثمين المحتجزة. نعم. هناك عائلة قالوا لهم على الهاتف أن ابنكم قد استشهد، وبالمساء ربما رجال مخابرات اتصلوا في هذه العائلة وقالوا لهم ربما لم يستشهد. تخيلوا هذه المشاعر الجياشة التي نشأت لهذه العائلة ومع الضربة إثر الصدمة بإقرار استشهاده صباحا اليوم، وكل ذلك دون أي قرار رسمي باستشهاده أو عدم استشهاده. إذن هذا اللعب بالفلسطيني وبمشاعره وتاريخه وهويته إلى ما كل ذلك يعني هو كارثة. الأوروبيون مثلا وغيرهم يتعاملون مع المستوطنات، حينما يهدم بيت يرسلوا بخيمة لأسرة فقدت بيتها، ولكن لا يستطيعوا بإرسال مثلا جيوش لوقف هذا الاستيطان أو حتى باستخدام أدوات حقيقية لوقف هذا الاستيطان. هم يرسلوا بطبيب نفسي لعلاج الأسير، ولكن لا يطالبوا بوقف الأسر لأكثر من مليون حالة أسر فلسطينية، ولا يقروا شرعية المقاومة الفلسطينية لهذا الاحتلال. هم يدعموا الأونروا ولا يدعموا حق العودة للاجئين الفلسطينيين. إذن هنا يعني هي حتى الأونروا بلش التضييق عليها سيد الكريم، وأكيد للحديث بقية هذا موضوع شائك حقيقة. أستاذ أحمد شكرا جزيلا على هذه المشاركة، أكيد للحديث بقية من بروكسل منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية الإعلامي الأستاذ أحمد فرسيني، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. كما والشكر موصول للأستاذ خالد الشولي المحامي ورئيس منظمة العدالة الواحدة من باريس، شكرا جزيلا لجميع ضيوفنا، كما وأشكر مشاهدينا حسن المتابعة. إلى اللقاء.